ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على البكلة أو الرجلة. البكلة أكترية دول الخليج بيقولوا عليها البكلة، وعندنا هنا في مصر بيقولوا عليها الرجلة، زي ما انتم شايفين كده أهي، هي دي الرجلة، هي دي البكلة. فأنا حبيت النهاردة أشارك معاكم إن أنا يعني إيه فايدة الرجلة النهاردة إن شاء الله. فوائدها كتيرة ويعني وعظيمة. هي البكلة بتاعتنا دي او الرجلة دايما بتطلع في فصل الصيف، بتطلع في الذرة او في اي ارض زراعية، بتطلع كده من عند ربنا من غير ما نكون بنزرعها او بنعمل لها تقاوى او كده، هي بتطلع سبحان الله لوحدها كده. فهي عندنا معروفة عندنا في مصر باسم الرجلة، وبره في الخليج بيسموها البكلة او لها اسماء تانية، بس هي على فكرة طعمها جميل جدا. يعني عندنا هنا في مصر اكتر يعني ايه الفئه اللي بتطبخها يا اكتر هي الفلاحين. هي بنعملها زي بنقطفها كده زي ما انتم شايفين اهو اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، هي كده. هي مفيده جدا، هي مفيده جدا، كفايه انها خضار، كفايه انها طالعه من الارض، طالعه رباني من عند ربنا كده سبحان الله. هي لها قيمه غذائيه جامده جدا. اولا هي فيها احماض دهنيه مفيده جدا للجسم، تمام، ومقويه للاعصاب. فاللي اقدر اقوله لكم ان دي صيدليه ربانيه من عند ربنا زي ما انتم شايفين كده، هو ده نبات الرجله، صيدليه ربانيه من عند ربنا، مليانه فيتامينات كتيره مفيده للجسم زي ما انا ما قلت لكم، للاعصاب وللقلب ومضاد الاكسده، فيها فيتامين ا، فيها فيتامين اي، فيها مغنيسيوم كتير، فيها املاح معدنيه كتير مفيده جدا لجسمنا. انا عماله اقطف فيها بس الكاميرا الزر مش جايبه يعني، بس انا بقطف فيها اهو، بقطف فيها باخد بس الورقه كده. وعلى فكره مفيده جدا، مفيده جدا لادرار البول، ومفيده جدا للناس اللي بترضع، الحريم اللي بترضع، مفيده جدا للي بيعاني من مشاكل عنده في الاعصاب وفي العظم، ومش مفيده جدا كمان للمعده، وكمان ليه اللهم صل على سيدنا النبي، والتهابات الاذن، وحلوه جدا انها بتحسن صحه الجلد لانها بقول لك مليانه فيتامينات، مليانه فيتامينات مفيده جدا للجلد وللجسم. فانا يعني ايه انا حبيت اشارككم النهارده فوائد البكله، انا هطبخها ان شاء الله، بس انا قلت اقطفها واتكلم معاكم شويه في فوائدها. يعني هي حلوه بصراحه، جميله جميله جميله، وطعمها جميل كمان. الواحد بيدور على اي حاجه مفيده وخلاص للجسم يستفيد بيها وخلاص. وكمان هي تعتبر مصدر بروتين نباتي مفيد جدا، مصدر بروتين نباتي فعلا. ايوه مصدر بروتين نباتي فعلا. انا الكلام ده يا جماعه مش جايباه من نفسي والله، صدقوني انا اعرف المعلومه دي من زمان جدا من دكتور اعشاب، اعرف منه المعلومه ديت. يعني اللي انا اقدر اقوله لكم ان الرجله فعلا مفيده مفيده مفيده، وطعمها على فكره يعني طعمها جميل. يعني شفتي نظام الحمض كده مملحه شويه كده، ويعني بتمل الحموضيه شويه، بس طعمها جميل جميل جميل. حتى لو طعمها وحش انا اكلها عشان فوائدها الجميله اللي هي فيها، مفيده لكل حاجه في الجسم. كفايه الاوميجا 3 اللي فيها، كفايه انها بروتين نباتي، كفايه انها بتقوي الاعصاب، كفايه انها بتقوي القلب، كفايه انها بتحسن صحه الجلد والشعر. يعني انتوا لو انتوا دخلتوا على جوجل وشفتوا فوائد الرجله هتعرفوا انه لها فوائد كتيره 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 كتيره، وكتير غفلان عنها، يعني ما يحاولش يجيبها ويطبخها. هي كمان مش يعني ما تطبخش بس، هي كمان ينفع كمان نحطها على السلطه، ينفع تقطعيها زي ما انت شايفاني كده، يعني بشيل بس العشبه بتاعتها اللي فوق كده، الورق بتاعها اللي فوق ده، وتغسليها كويس وتحطيها على السلطه، تاكليها كده حلوه جدا. او تعملي منها عصير على فكره حلوه جدا، تديها سلقه وتعمليها عصير وتاكليها وتشربيها، مفيده جدا جدا جدا. قلنا مفيده للكلى، بتعمل ادرار للبول، الناس اللي عندها مشاكل في الضغط بتظبط لها الضغط، بتعمل لها ادرار في البول، فبالتالي طبعا ضغطها بيتظبط. مفيده جدا لصحه البشره والجلد، ومفيده جدا انها مضاد للاكسده واوميجا 3، مفيده جدا لتقويه المناعه، ومفيده جدا سواء كبير او صغير، لانها زي ما قلنا انها بتقوي المناعه. فاحنا طبعا احنا محتاجين اي حاجه فيها غذاء ونستفيد بيها. فيعني اتمنى ان انتوا لو موجوده عندكم في البلدان بتاعتكم، لان انا عارفه ان انا بخاطب كل حبايبي اللي من جميع انحاء العالم، اتمنى لو موجوده عندكم العشبه ديت هاتوها، هتستفيدوا بها جدا، مش هتندموا خالص. وهي بس بتطلع فعلا في الصيف، يعني انا ما بشوفهاش غير في الصيف بس، هي بتطلع كده عندنا في الذره. يعني انا بننزل نجيب الدور، احنا النهارده رحنا جبنا ملوخيه احنا وجارتنا وجبنا رجله، ويعني فقلت بقى ايه اشارككم بقى النهارده كده ايه الرجله دي. الرجله دي طعمها جميل جدا زي ما انا ما قلت لكم، فيها طعم الحامض كده
مملحة شوية سبحان الله، يعني مش هتحتاج تكتري فيها الملح. وقلت بقى اتكلم معاكم النهارده وانا بقطفها كده، وربنا ييسر الحال لينا وليكم كده، وايه وتروحوا تلاقوها ان شاء الله وتاكلوها، وتدعوا لي كتير 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 عشان ايه ربنا يصلح لي حالي كده، لان ايه عرفتكم على الرجله وعرفتكم على فوائد الرجله، و اتمنى تجيبوها وتاكلوها كده زي ما بقول لكم. مش هتحتاج حتى لو حد مثلا يعني مكسله تجيبها وتقولك انا ما اعرفهاش، طب انا اطبخها زي ممكن اطبخها وما طعمها ما يعجبنيش مثلا، لا بصي انت ممكن تجيبيها وتقطفيها زي ما انا بقولك كده، بس اللي هي الورق، بس الورق ينفع على فكره برضو تعمليها زي الخضار، تقطعيها كده والشوشه بتاعتها وتقطعيها عادي وتخرطيها زي السبانخ، بس انا يعني ايه بحب بس الورق بتاعها وخلاص، كفايه الورق بتاعها وخلاص يكفي يعني. على فكره علي وفرح ما بيحبهاش، يعني عاملاها وهما مش هياكلوا منها بس هعمل ايه بقى، هعملها وخلاص. ايه رايكم اعمل لهم تحدي فيها؟ ايه رايكم؟ هم قاعدين معايا اهو، ايه رايكم؟ بلاش. ايه رايكم يا اخواتي يا حبايبي اعمل لهم تحدي البقله او الرجله؟ اه علي بيقول رجله. ايوه رجله جميله مفيده، احنا عايزين رجلك تبقى قويه عشان انت بتلعب كوره، فاحنا عايزين اعصابك تبقى قويه كده، وعشان شعرك يكبر وعشان وشك ينور ويبقى جميل، وشك ناعم وجميل. اه جميله جدا. اه يعني اللي مش حابب يطبخها يا جماعه ممكن يعملها سلطه، ممكن تقطفيها زي ما انا بقول لك كده، تاخدي بس الشوشه منها الورقه بتاعتها ده دي كده، وتغسليها كويس وتحطيها على السلطه، تبقى حلوه قوي 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 يعني. ان شاء الله اعمل لكم فيديو ازاي انا بطبخها، ويا رب تعجبكم ان شاء الله، وابقوا جربوها ان شاء الله. بس انتوا دلوقتي في الوقت الحالي دوروا عليها، بس شوفوها عندكم في كافه البلاد، لان دلوقتي انا بخاطبكم كلكم طبعا من بلاد متفرقه من كافه انحاء العالم. فهي اسمها، هي بصي هو ده شكلها يا جماعه اهي، هي دي هي اسمها عندنا في مصر الرجله، معروفه في دول الخليج البقله، معرفش بقى معروفه بره في دول العالم الخارجي بقى ايه. فرح بتوريها لكم يا جماعه، فرح بتوريها لكم، جدع يا فرح جدع، فرح بتوريها لكم. خلاص يا فرح، هم شافوها هم شافوها هم شافوها، فدوروا عليها ومش هتندموا ان شاء الله. لا ما توريهمش العيدان، هم عايزين يشوفوا بس الورق بتاعها اللي احنا بنشيله بس، فانتوا دوروا عليها وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. لو هتاكلوها كده طعمها جميل جدا جدا جدا، يعني طعمها مستساغ، يعني مش هتحسي ان انت مثلا يعني ايه متضايقه منه او طعمه مش قد كده، لا لا طعمها مستغاث. سموا بس بسم الله الرحمن الرحيم، وادعوا لي وانتوا بتاكلوها كده ان شاء الله، لما تلاقوها تدعوا لي باذن الله تمام. وممكن تلاقوها على فكره في السوبر ماركت، ممكن تلاقوا البقله دي في سوبر ماركت بيعملوها زي حاله تجمد بيخزنوها، يعني مش عارفه دوروا كده يعني ممكن تلاقوها، لو ما لقيتوهاش مثلا في الارياف، بس هي مشهوره جدا في الارياف، بتطلع في الاراضي الزراعيه، احنا جايبينها من الذره على فكره، احنا جايبينها من الذره. اه رحنا الغيط وجبناها من الذره انا وحبيبه قلبي جارتنا، وقلنا بقى ايه نغير جو كده في الغيط، وجبنا البقله، وقلت بقى ايه خلاص انا هعمل لهم فيديو بفوائدها. فاتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تروحوا تدوروا عليها وتجيبوها ان شاء الله، وتجربوها انكم تاكلوها خضار كده مع السلطه، او تطبخوها زي ما انا ما ان شاء الله هعمل لكم فيديو ازاي نطبخها باذن الله. ويا ريت البقله الفيديو النهارده يكون عجبكم، اللي هو عباره عن فوائد البقله وبس. واتمنى اللي شاف الفيديو يكتب لي رايه فيه، وتنسوش طبعا الاعجاب بالفيديو، واللي مش مشترك عندي يشترك ان شاء الله، وبس. ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، ما اكونش تقلت عليكم ولا حاجه، وربنا يا رب يوفقنا جميعا يا رب. وفي الختام احب اقول لكم ايه، نختم بايه، بالصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه وسلم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، سلام عليكم.